ده هو ده دخل جوه كده ليه؟ بقولك يا عم واسط لا عادي اسمه ده ده التلاتة ده وده وده هم الاثنين فايبر وكذا زي كده ده مع ابي كليجن ابي كليجن اهو ابي كليجن ده ابي كليجن برضه اهو شايفه لو خدت الفتحه دي أيوة. وده المفروض ان هو مع السكند ريليجن لما كانوا بيفتحوا مع بعض يعمل لك كل فلاور او في البازلر بارت بيفتح على بعض فاهمني طبعا اللي هو هيعملوا الحته اللي فوق بتقوم جايه نازله تحت من هادي الابيكال كاب تقوم جاي نازل البرمكاي عشان جاي نازل فاتح تحت فيعمل لك ايه اللي هو السكند ريليجن بتاع التي في ده عندك برونك كتير هو البصمجه دي غلط بس قشطه ماشي حالك الحته اللي تحت ايه لونها اسود تمام ماشي بعد كده عندك ده مينري تي بي في الليمف نود ده النورمال وده الايه تي بي في الليمف نود انت تقوله خلاص ده ميليا تي بي في اللنج يا عم الحته احنا هنضيع اقسم بالله الحته دي انا بقول لك الحته دي لونها اسود دي اللي هي النورمال لسه ودي اللي خلاص ايه باظت ماشي دي بقى تي بي نيومونيا منقطه ودي تي بي نيومونيا الثانيه منقطه برده اهي تمام تي بي نيومونيا تي بي نيومونيا ماشي تي بي نيومونيا ولورز بعد كده عندك يخش بقى على التيومرز في تيومر هناك نسينا احس اصلا من الرجل تعال ده التيومرز فين دي اللارنكس اهي وترينس كلانجر كارسينوما تمام ودي الهادات سيست هات الكومنت بتاعها من اي حاجه من حته من نظر من اي ماده هات من الفور وده اللنج اهي فيها ايه كوره لونها صفرا اهي والبول بتاعها اصفر انج ابسس وحته نورمال اهي ماشي يا شباب ماشي تعالى بقى خير قال لك بعد قلنا خلاص فين قلنا بص قلنا التلاته دول ماشي قال لك ايه قال لك بعد كده تعالى بقى في اللنج في التيومرز ذات اللنج قال لك اول حاجه عندك ايه المعرب ده بانكوس تيوم تعالى هنا ده بانكوس تيوم شايف الريب اهي فيرست ريب بانكوس تيوم خلصنا منه خش بقى هنا شايف ده اللنج هي العاديه وطلع فيها ماس منها ابيض اهي اتقسمت نصين ماشي يبقى ده البرونكوجين كارسوما اي تيومر في اللنج غير اللي احنا استثنيناه يبقى برونكوجين كارسوما ده برونكوجين كارسوما اهي المسا اهي تمام يطلع لي بقى هنا شايف الكوره دي بالظبط بالظبط هي دي برضه برونكوجينيك اي كارسينوما ومعاها الليمف نود الكوره اللي لونها اسود دي هايلر ليمف نود فور هايلر ماي ميتاستاسيس تمام مش تعالى لي هنا ودي في واحده ما انا عايز اخلص دول مع بعض عشان هم ده برونكوجينيك كارسينوما شايف اهي ده لونها ابيض اهي ماس اهي برونكوجينيك كارسينوما ده برونكوجينيك كارسينوما ده اول واحد برونكوجينيك برضه كارسينوما معاها الليمف نود ميتاستاسيس وده برونكوجينيك تمام ده برونكوجينيك ثاني وبعد كده ده ايه ده بانكوستيوم تمام طيب هنا ده الميزوسيليوم تمام ميزوسيليوم اهي لانج اهي وطالع من بلوك